Muchas gracias para la presidencia. سيد الرئيس, السيد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة, معالي السيدات والسادة, اسمحوا لي في البداية نيابة عن المملكة المغربية أن أعبر عن شكري للرئاسة السابقة وللمدير التنفيذي على الترتيبات المتخذة لتنظيم الذكرى 50 لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما أتوجه بالشكر إلى حكومة وشعب كينيا على احتضاننا وحسن ضيافتنا في هذه المدينة الجميلة نيروبي. معالي السيدات والسادة, لقد اعتمدنا قبل يومين إعلاناً يعيد التأكيد على التزاماتنا بتعزيز العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعادة بناء عالم متأقلم ومستدام في مرحلة ما بعد الجائحة. وتعد هذه المحطة خطوة مهمة في المسار الذي نقوده منذ سنوات لمواجهة تحديات البيئة والتنمية المستدامة. لكن ومن نظر للأزمات التي نواجهها في مجال تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث, فإن عملنا بحاجة إلى مزيد من التعزيز والتسريع لتجنب الوصول إلى عتبات اللا رجعة. يشكل الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة مناسبة لتقييم التقدم والتحديات. لقد كان هذا البرنامج على مدى نصف قرن له دور هام كهيئة أساسية في مجال حماية البيئة داخل الأمم المتحدة. لكن وبالرغم من الجهود المبذولة, فإن النتائج على أرض الواقع تبقى غير كافية. كما أن أزمة كوفيد وما نتج عنها من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية يهدد بجعل القضايا البيئية بعيدة عن الأولويات. كما لوحظ أن هناك نقص في تنسيق الجهود وضعف وسائل التنفيذ ونقص في المعلومات الصحيحة والمدققة بالخصوص للبلدان النامية, وذلك يعرقل وضع سياسات عمومية ناجعة والوصول للتمويل. وفي هذا الصدد, فإننا ندعو إلى تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتدعيم مقره في نيروبي وتقوية تواجده على المستوى الإقليمي. كما يتعين على برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يعزز التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة بين مختلف المبادرات البيئية, وأن يواصل تطوير منصات العلوم والسياسات مع تحسين إنتاج المعلومات البيئية الموثوقة. ولن يتأتى هذا دون تعاون دولي قوي ومتضامن من خلال جمعية الأمم المتحدة للبيئة, ونأمل أن تشكل التوصيات التي ستنبثق عن هذه التظاهرة أرضية لمؤتمر ستوكهولم 50, وبالخصوص المساهمة في بلورة الاتفاق حول البلاستيك ومنصات العلوم والسياسات حول المواد الكيماوية. شكرا على حسن إصغائكم. Muchas gracias, querida ministra.